الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. هيئ اللهم لنا من أمرنا رشدا، وبارك اللهم لنا فيما رزقتنا، وقنا اللهم عذاب النار، واصرف عنا أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب. وبعد، حياكم الله تعالى ورضي الله عنكم. من الأسئلة التي وردت خلال هذا الأسبوع المعاناة التي يواجهها الأبناء مع آبائهم، ولعل وسام تكلم عن هذه النقطة في صلاة الفجر، تكلم بالإنجليزي، ربنا يعافينا وإياكم يا رب، تكلم الشمال اليمين، خبرش العيال دول بيسوي. طيب، على كل الأحوال، فمعلش، اللهم صل على هذه البشير. فالولد بيقول يعني إزاي أقدر أصبر على المنع الدائم من أبي لي عندما أطلب ما هو مشروع ليس مخالف للشريعة. أنتوا بتقولوا لنا ما تمشوش مع بنات، ما تشربوش سجاير، ما تشربوش مخدرات، ما تعملوش حاجة غلط. فأنا بقول لك يابا أنا عايز أطلع مع أصحاب، هو الكلام ده فيه حاجة غلط؟ مشروع في حد ذاته، مشروع من ناحية الشرع، ما فيهوش مشكلة. فحضرتك وحضرتي كآباء الرد البسيط جدا والبدائي بنقول إيه؟ لا. فالإجابة من الولد بتكون طب ليه؟ فإحنا بنقول إيه؟ كده. طيب يعني give me a translation of كده، what is the meaning of كده، شو هاي كده؟ يعني العيال بتفكر بشكل مختلف، يعني أيوة هي دي، give me something logic، يعني أنا I wanna understand why. أصحابي اللي أنا طالع معهم أنت عارفهم وعارف أبهاتهم وأمهاتهم ودخلين بيوتهم ودخلين بيوتنا، وإحنا أصحاب مع بعض زي ما أنتوا أصحاب مع بعض. لا خلاص ما بدي هيك، ما بدي. طيب ممتاز، وين رايح يابا؟ انا رايح اسهر مع عمك فلان. ايوه هو عمه فلان ده اللي انا بدي اروح اقعد مع ابنه. لا خلاص هيك ما بدي، فانا رايح وانت لا اقعد. فالولد بيقول ازاي اقدر يعني اتعامل نفسيا مع اب بيمنعني وام بيمنعوني من فعل ما اريد مع انه ما فيهوش حاجه غلط. فالإجابة اللي صدرت مني شخصيا وبكررها مرة تانية وممكن نصحح مع بعض، احنا أبهات مع بعضينا، يعني الإجابة، وده سؤال أنا تعرضت له شخصيا مع ابني، فكنا سيئين العربية، فقلت له أنت قاعد فين دلوقتي؟ قال لي قاعد على الباسنجر. فقلت له أنا سايق، أنت إيه رأيك الطريق كويس؟ قال آه الطريق ممتاز. فقلت له لا الطريق مش كويس، ده فيه زحلقة. فقال لا مش شايف. قلت له عشان انت مش سايق، لما تكون سايق في يوم من الايام هتعرف اذا كان الطريق نظيف او الطريق فيه زحلة. بالاضافة الى ان انا اللي متابع النافيجيشن، وبناء عليه فانا عارف ان احنا هناخد في المسافة دي 15 دقيقة زيادة عن الوقت الطبيعي اللي انت متوقعه. انت عامل حسابك هنروح الساعة كذا؟ لا انا عارف ان احنا هنروح بعد كده بربع ساعة. فهل انت شايف الحكايه دي؟ قال لا. قلت له علشان انا اللي سايق. فببساطه شديده مين اللي سايق؟ البيت. هل حضرتك وانت لسه ما عندكش مسؤوليات ولا انا؟ واحنا بنتكلم عن الـ 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 الاحتمالات اللي ممكن تحصل في المواقف المختلفه، بتكلم عن حاجه أنا متخيلها لسبق خبرتي السابقة والقديمة، ولأني مريت بالتجربة اللي أنت فيه. باي ذا واي، يعني بمنتهى البساطة لما بنيجي ندرس للعيال ويبدأوا يتخوتوا علينا، فأنا شخصيا بقول لهم ما تتخيلوش إن أنتوا هتعملوا حاجة إحنا ما عملناهاش قبل كده مع المدرسين بتوعنا. فدونت تراي تو بي سمارت وذ مي، إحنا هرسين الكلام ده قبل كده، ما تستهبلش. فاطلع لي من دول، خليك اللي أنت عايزه اطلبه مني وأنا هديهولك.
فما ما تتزكاش عليا يعني، لان اللي انت هتعمله ان شاء الله تطلع للسماء تنزل الارض، احنا عملناه قبل كده، عندنا خبره كفايه للحركات بتاعتكم دي. فنفس الموضوع مع الابناء، اما اب بيجي يتكلم عن اصل انا خايف الولد، فاقوم اساله اقول له يعني هو انت خايف عليه ليه؟ يقول لك يا شيخ ما انت عارف احنا كنا شباب ومرينا بالتجارب دي. لما انت مريت بالتجربه دي وعارف ابعادها، حصن ابنك انه يمر بنفس المرحله العمريه من غير ما يجرب المشاكل، بس من غير تعقيد، من غير ما يخرج رغما عنك لفعل ما يشاء دون ان تدري. لما كانت كلمات سيدنا علي انكم بتربوا عيالكم لجيل او لزمان غير الذي تعيشونه، صح؟ انتوا بتربوا اولادكم لزمان غير زماننا. فبتيجي تقول ببساطه شديده جدا، مش حضرتك بتاع اي تي وخبير في الحته دي، بمنتهى البساطه، الا توقن معي نتفق ان ممكن يكون فتحي عنده بعض المعلومات في بعض الزوايا كده عمرها ما مرت على حضرتك؟ الواد لسه في الابتدائي ولا في الاعدادي دلوقتي؟ لسه قد كده اصلا، ممكن واحد هو ماشي يعطر فيه حته بتاعه كده، وعنده زخانيق ودواخل وحاجات، وفي ثانيه يعمل لك هيدن للي كان بيعمله. انت تدخل عامل حسابك بقى انك انت هتمسك جريمه، فتلاقي الواد عمل حركه كده ضيع كل حاجه. يا ابن امسك يا ابني، مفيش. ازاي؟ خبرتهم مختلفة، تمام؟ تيجي تسمع كده، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. مين اللي بيتكلم؟ ابني ولا اب؟ ابني بيتكلم مع مين؟ مع اب. والابن المرة دي بيتكلم عن علم معتبر ومحترم، ويريد ان يستنقذ والده من الضلالة. الابن اللي عندي انا مضمنش انه يكون بيتكلم بنفس المنطق، لكن القاسم المشترك ان هما الاثنين عندهم علم، زي ما كان ابراهيم عليه السلام عنده علم، ده عنده علم من في مجال مختلف. لو حاولنا نتسابق احنا والاولاد في مجال التكنولوجيا والانترنت والادوات اللي احنا، الايفون والايباد والايات دي كلها والاندرويد سيستم، عشان بس ابو يزيد ما يزعلش، والناس دي مثلا، هل تتخيل ان احنا ممكن نسبقهم بشكل ما؟ ما اعتقدش. عارف ما اعتقدش ليه؟ لانك انت اصلا جاي تصلي العشاء، انت بتفتح عينك استحياء مني، عايز تنام، تعبان طول النهار شقيان. هو صاحبنا حتى لو بيدرس فطول النهار في الضلة، فهو عنده سعادة انه يسهر عشان يقعد يعمل اللي هو عايزه، يا رب يكون في الخير. وحضرتك عايز تنام علشان تاني يوم الصبح تروح للشغل عشان تجيب له برضو اخر الشهر. ده مجرد سبب ما يخليناش نلاحق العيال. الامر الاخر، وهو سبق التجربة والخبرة والمعرفة، سبق التجربة والخبرة والمعرفة. انا هسألكوا سؤال بالله عليكم وابو يزيد تحديدا، انت مش عندك احيانا العيال بيتكلموا بلغة انت ممكن ما تفهمهاش، فتسألت ولهم ايه what do you mean، مع انهم بيتكلموا مع بعض والسياق ماشي واخر حلاوة، تحس ان في حنفية ماشية كده من الكلام زي الفل. فصاحبنا يبص لهم كده، اللانجوج مختلفة، عندهم لغة جديدة ما شفناهاش. ده انتوا ما شفتوهاش يا بتوع اللغة، واللي اتولدتوا هنا وتربيتوا هنا وكبرتوا هنا، عيالنا طالعين بلغة جديدة، لغة مش كمبيوتر، مش ماسك حاجة، ده بيتكلم، عنده لغة انجليزية جديدة غير اللي الاباء. الكلام طبعا مش هنا بس، احنا عندنا في مصر ما شاء الله يعني مصطلحات، لما بتسمع ناس بتتكلم بيقولوا ايه، ممكن حضرتك تعيد لو سمحت؟ فيقول لك هو انت بتتكلم عربي؟ تقول له اه والله العظيم انا اللي بتكلم عربي، انت بتتكلم حاجة تانية، تمام؟ فيبقى سبق المعرفة وعدم قدرتنا احنا بدنيا وذهنيا وجهدا على متابعة المستمرة. الامر الثالث، الاكتشافات الجديدة السريعة جدا. تفكر حضرتك من سنتين تقريبا اديتنا محاضرة عن الابس والحاجات اللي بتطلع جديدة دي، فمين ملاحق كل ده؟ مين؟
انا بتكلم مع اخ من فتره وكنا بنظبط حاجه في الفيسبوك بيج، فصاحبنا داخل فلقيته بيقول استنى هولد اون، فمالك يا عم الحاج انت مالك اتكسكست ليه ورا كده كمل. قال لي لا 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 ده في فيتشر جديده انا يعني اي هاف نو اكسبيرينس اباوت ذات، ما عندوش خبره وده شغله. بس هو بيعت تقريبا اسبوع في الخصائص والدواخل والحاجات اللي جوه دي، لما تدخل عارف الشاشه الزرقاء دي عدي خطوه وراها كده تلاقي عالم تاني خالص. فصاحبنا قال لي استنى 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 ده في حاجات جديده انا ما اعرفهاش، اذا سمحت اديني يومين. يومين اديني يومين على ما اراجع ايه الجديد اللي طلع. فانت متخيل ده واحد متخصص، انا بجلاله ادري سيدنا الامام الشيخ المعتبر هيعرف في دواخل الابس والايكونات والكلام؟ لا والله العظيم ما هيحصل. ده احنا اخرنا ان احنا يعني مش عايز اقول يعني يوزرز اغبية كمان، يعني دام يوزرز يعني يدوب كده على قد ما احنا عارفين. وبناء عليه ايه الحل؟ لما اتكلمنا مع الولد فقلنا له والله يا ابني لما تكون في موطن المسؤولية هتعرف ازاي ابوك سايق وان في احتمالات للخطر انت مش شايف. قال امنت بالله بس بيزودوها قوي يا مولانا. ده مين بيتكلم عن مين؟ لا ده انتوا ضعتوا مننا خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاو يو دوينج. بيتكلم عن الاباء لما بيزنقوا على عيالهم اكتر من اللي قال لي بيزودوها قوي. فقلت له انت محتاج تصبر اكتر. فقال لي انا ما بقدرش. فكان معانا اخ شاب من الشباب امبارح ما شاء الله عضلات كده فقلت له انت متخيل فلان بيروح الجيم؟ قال لي طبعا طبعا، امال جايب الكتل دي منين؟ فقلت له ممتاز، لما بيتمرن وبعدين يتعب من التمرين بيكمل كمان شويه عشان يزود جرعه القوه ولا اول ما يتعب يبطل؟ فقال لا لازم يكمل علشان لحد اخر لحظه في المقاومه، يبقى ده اخر ما تحتمله العضله والا بعد كده يحصل هتك. صح؟ فقلت له نفس الحكايه زي ما صاحبك ده علشان يربي عضلات بيفضل يقاوم 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 ويدافع ويعمل وكا حتى مع ان العضله مرهقه، الا انه بيكمل علشان يقوي عضلاته. انت كمان محتاج تصبر وتصبر 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 عشان تقوي نفسك. فقال امنت بالله. كان ده مجرد مثال. لكن انا عندي مشكله واحنا بنتكلم بقى مع بعض غير الولاد، وين اين الحل؟ الحل النهاردة احنا بنقرأ في سورة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك، إلى آخر الآيات. ايه اللي موجود في مجموعه الايات دي؟ سيب حط التليفون ده في جنب، دقيقتين هنخلص. بسم الله، صلوا على سيدنا النبي عليه السلام. ايه اللي موجود في الايتين دول؟ واحد، الولد رايح مباشره عم الحاج احمد، رايح مباشره على ابوه بيتكلم معاه. الحوار مبداه منين؟ مين اللي اتكلم الاول؟ يوسف. اتكلم في حاجة سر بالنسبة له، بس ما فيش سر على بابه. ده بابا، هو في سر على بابا؟ امتى ما يكونش في سر على بابا؟ لما يكون بابا فاتح ودنه كويس وفاتح عقله كويس وفاتح قلبه كويس، ساعتها ما يبقاش في سر على بابا. امال امتى يبقى في سر على بابا؟ لما يكون بيقول له ولد ازاي انت عملت بابا راكبه عفريت عمال بينط زي الزمبلك، اهدى يا بابا عشان تعرف تسمع الولد ويعرف يقول لك اللي عنده. وسيدنا يعقوب ما تكلمش ولا كلمة إلا لما الولد خلص كل حاجة. فلما خلص كل اللي عنده بدأ يتكلم معاه. الرد دي كتالوج مختلف، يمشي مع الواد اللي عندي وحضرتك وحضرتك وحضرتك، وكل واحد عارف ابنه كويس جدا. لكن القاسم المشترك بين يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام وبين يوسف عليه السلام انه سامعه لحد الاخر وصابر عليه. لما اداله نصيحة اداله في الوقت المناسب،
مش دايما بندي للعيال محاضرات وبنقول لهم اعملوا ما تعملوش وعمالين نزن 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 لحد ما اتخنقوا. رقم اتنين، لما حذروا من اخواته لم يجعله يشك فيهم. خلي بالك لما اقول للواحد ايه انتبه للسواقه في تكساس، انتبه من الدرايفرز من السواقين الناس اللي بتسوق في تكساس، وسبته كده، بالله عليك هو عمره هينزل يسوق هنا؟ لا. ليه؟ لان انا خوفته من الناس دول مجانين ولا ايه؟ لكن انا قلت له جمله تانية، قلت له انتبه من الناس اللي بتسوق في تكساس علشان الطرق مش مظبوطه. فيبقى انا ابقيت ثقته في مين؟ ها؟ لا لا تصح معايا شويه، ابقيت ثقته في الناس اللي سايقه، بس خليته يحذر من عنصر ثالث في المنظومه. المنظومه عباره عن هو الشخص اللي انا بكلمه والناس اللي بتسوق، وحطيت له بعد ثالث اللي هو الايه؟ الطريق. فلما ينزل هو عارف ان كل الناس وهو كمان بنعاني كلنا من الطريق، فيقوم ياخد باله من الطريق وهو مآمن للناس الموجوده. فسيدنا يعقوب قال له ايه؟ فيكيد لك ان الشيطان. فكانه قال له خلي بالك ان ممكن يصدر حاجه غير محتمله، مش علشان اخواتك وحشين، بس احتمال الشيطان يحط في نفسه. فصاحبنا ايه الطبيعي اللي هيعمله؟ انه هيبدا يستعيذ بالله من الشيطان لنفسه ولاخوته. مظبوط؟ النقطه الثانيه قضيه الدعم. قضيه الدعم والدعم المعنوي تحديدا. قال له كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك. ها ايه؟ عشان عندك اسلاف وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل. فالدعم هنا جاي من ناحيتين. الناحيه الاولى في علاقه الولد بالله اللي هيعطي. رقم اتنين افتخار الولد بالجيل السابق بتاعه. انت مين اسمك ايه يا ابني؟ انا اسمي فتحي. فتحي انت ابن مين؟ يا لا انا ابن احمد. طيب اتفضل يا حبيبي معانا. ده انطباع. طباع تاني انت مين؟ يا لا انا فتحي. ابن مين؟ ابن احمد. الله اتفضل. ايه الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولانيه العيل مخزف نفسه ومستعر من اهله ومكسوف من سيرتهم، والثانيه مبسوط وفرحان وحاسس انه داخل انا ابن فلان. فسيدنا يعقوب سمع ابنه الحد الاخر، اداله النصيحه في الوقت المناسب وما اهانوش ولا حط من شانه، بالعكس اداله دعم معنوي مكون من جزئين، حاجه متعلقه بالسماء لازم تفضل موصول بيها، وحاجه متعلقه بالاجيال السابقه لازم تظل موصول بيهم برضه. فاذا لم ينقطع الولد او البنت، طبعا اذا لم ينقطع الولد عن الله لا يضيع، واذا لم ينقطع عن اهله بقي موصولا مع النصح الصادر من اهله فيبقى على الطريق مستقيم. والله تعالى اعلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الفطنه ونحن نتعامل مع ابنائنا، وان يهدينا واياكم الى سواء السبيل. اللهم امين. بارك الله لكم وفيكم، جزاكم الله خير، وبارك الله لكم. سلام عليكم.